طيب يعطيكم العافية يا شباب. احنا الصوت لو سمحت، احنا بدأنا المحاضرة الماضية نحكي عن الجيبيتر لاب، وحكينا انه الجيبيتر لاب هو عبارة عن بايثون نوت بوك. ايش الميزة تبعته؟ بتقدر تكتب كود وبتقدر تكتب ملاحظات في نفس المكان، تمام؟ بالإضافة لذلك انه الكود اللي انت بتشغله ما فيش داعي انه انت ترجع تشغله تاني، بتكونش مضطر انه انت ترجع تشغله تاني، تمام؟ لا مش تشغيل تلقائي، انه النتيجة تبعت التشغيل بتم حفظها في النوت بوك وبتضلها، ما فيش داعي انه انت ترجع تشغلها تاني. تمام؟ وبدينا نحكي انه ايش الفرق بين المارك داون والمارك اب. المارك اب اللي هي الHTML، مارك اب لانجويج هي الHTML. هي عقيد حقول لك ايش هي المارك اب. ببساطة انه انت عندك النصوص بتروح بتحط عليها تاج علامة، تمام، بتوضح ايش التنسيق تبعها، انه هذه عبارة عن تايتل، هذه عبارة عن H1، هذه H1، هذه H2، هذه باراجراف، هذه باراجراف. ولو بدك تعمل، خلينا نكمل على هذا الكود، لو بدك تعمل نقاط ايش التاج؟ اوردر ليست، اوردر ليست UOL بالضبط، وبتسكر التاج تبعها OL، وبعد هيك بتروح بتعمل ليست ايتم صوت يا شباب لو سمحت. هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثالثة، فممكن تقول إنه ستيب واحد داونلود ستيب اثنين انستول، ستيب ثلاثة ران، تمام. حكيت هذا بدنا نشوفه. نعم ثواني، حكيت انا بدي اورجيكم النتيجة كيف صارت. بس بدي افتح المجلد اللي فيه الملف هذا تبع الـ HTML. هاي شايف هذه الاوردرد ليست، كيف بدنا نحولها ان اوردرد ليست؟ بس بغير التاج هنا، او خلينا ننسخ ونسخ، وهنا بيصير يو ال. نعم بيكون في خلل في الصفحة. في هذه صارت نقاط unordered، ordered يعني مرتبة متسلسلة بالضبط، تمام. يعني هذه الماركاب. أما المارك داون أسهل بكتير إنه أنت تعمل تنسيق للنص، إنه أسهل بكتير إنه أنت تعمل تنسيق للنص. طيب حكينا المرة الماضية انه انت عشان انه تشغل الجيبيتر، انه اول حاجة بدك تسويها بدك تفتح سي ام دي وتكتب بيب انستول جيبيتر. لا ورجيني ايش هو الخطأ، بقول لك ايش المشكلة. تمام، بعديها تعمل سي دي للبروجكت دايركتوري، وبعديها كيف بتشغل؟ تكتب جيبيتر
لاب، نفتح لك النوت بوك. كيف؟ تاني خطوة بتعملهاش؟ مين اللي بعملهاش؟ ما هو هذا بدك تستبدله بمسار المشروع تبعك. اه بدك تعمل مجلد، انه يعني مش في البي شارب، انه انت لما تعمل بروجكت جديد بتروح بعمل لك اياه في مجلد، فبتروح تعمل سي دي على هذا المجلد. تمام؟ يعني نفس الطريقة مرة مشروع على الجيت هاب، لما جبها مشروع على الجيت هاب. نفس الطريقة. ايش يعني نفس الطريقة؟ انا مسوي صب بالجوبتر لاب. شو علاقة الجوبتر لاب في الجيت هاب؟ ما جاب مشروع، ما رفع طريقة هذه. انه شو؟ ما جاب مشروع على الجيت هاب. اه. ما رفع طريقة هذه على طريقة الجيت. هنا في كوماند جيت، ما فيش جيت. قصدك انه يعني كبيئة كوماند لاين؟ اه. اه يعني كبيئة كوماند لاين اه. تمام؟ انه الثاني لما احنا نكتب على الكمبيوتر تبعنا نكتب زي ما هو موجود سي دي بروجكت دي اي ار. بالضبط. يعني انا مثلا هاي المسار هذا بروح باخده زي هيك، هيو تمام، بروح بفتح التيرمينال طبعا. هذه الخطوه انت ما لكش فيها لانه انا بسويها، لانه انا على اللينكس، يعني انت على الويندوز ما فيش داعي انه انت تسويها هاي الخطوه. تمام، هاي سي دي زي هيك بس، تكتب جيبتر لاب. تمام. ايش بروح بيسوي؟ بيشغل لك البراوزر. كل مره لما بتكون انت موجود في مسار المشروع اللي انت موجود فيه، فبالتالي هذا النوت بوك اللي احنا بدنا نشرح عنه المحاضره الماضيه، وهذا ملف ال HTML. كل مره بدي افتح الجيبتر لاب بدي اعمل زي هيك. نعم، بس من غير الانستول. عاد من غير الانستول، الانستول بس اول مره. تمام، هجيت الانستول هنا. اذا انت ما زبطش معك بيكون في عندك اشكاليه انه الباث تبع البايثون منه هو مش موجود. طيب احنا كنا افضل من الويندوز لللابتوب يعني، برامج الويندوز كلها بقدر انزلها عليه مثلا زي ما مايكروسوفت سوت كلها. لا بقدر انزلها عليه. لا، في له برنامج ثاني اسمه ليبر اوفيس. تمام، رجع الصفحه دي ف بيئه مختلفه. تمام، شكرا. هاني حشرح. خلاص كده الامور تمام. بشوف لك اياه، بشوف لك اياه بعد المحاضره، بشوف ايش المشكله عندك. طيب حكيت، احنا حكينا انه انت في عندك نوعين من الخلايا، خلايا كود، هذه كود، هاي مارك داون. وعشان انت تحررها ايش بدك تسوي؟ بتعمل عليها دبل كليك. بدك تعمل اتش 1 بتحط سلم، بدك تعمل اتش 2 بتحط 2 سلم، بدك تعمل نقاط لا توجع راسك ولا تعمل تاج، لا اوردرد ليست ولا ان اوردرد ليست. ببساطه مباشره بتحط 1 نقطه 2 نقطه زي هيك، بدك تعملهم على شكل نقاط مش انه نقاط مرقمه، بتحط نجمه. الاتش 1 هي عباره عن HTML tag، هيو شايف؟ بقول انه welcome to Python course او welcome to HTML course، هذه عبارة عن H1، ترويسة المستوى الاول. اه هاي شكلها في البراوزر زي هيك، هاي وهذه برضو H1، هاي اصغر H2، ترويسة فرعية. تمام، tag HTML tag صحيح. تمام،
الآن حكينا إنه الميزة إنه بدي أحط الشرح والكود كله في مكان واحد، وهذا كلام إنه أنا بدي أرجع هنا على الجيت هاب على المستودع الأمثلة اللي أنا حاطه، المستودع الأكواد. طيب هيو هنا variables، لاحظ انه هذا notebook انا مشغله من العام الماضي والنتائج فيه محفوظة، فيش داعي انه نرجع اشغله مرة تانية. شايف كيف انه انا حاطط شرح وكود في نفس المكان؟ بدنا نبدأ المراجعة تبعتنا. variables، ايش variables؟ variables هي عبارة عن اسماء لاماكن في الذاكرة، هي عبارة عن names لplace في الذاكرة، لمكان موجود في الذاكرة. وبما انه variable معنى ذلك انه القيمة تبعتها بتتغير، يعني بمعنى اخر انه انا ممكن اجي هنا اقول انه x بتساوي 10 برنت x، بعدها x بتساوي 20 برنت x، متغير ولا مش متغير؟ والاكس هي عبارة عن اسم مكان في الذاكرة، نفس المكان هذا تغيرت القيمة تبعته، عشان هيك احنا بنسميه متغير. طيب هذا طبعا الاكس في الحالتين مش زي البايثون، البايثون اخر حاجة صحيح. لا انا في عندي جملتين برنت مش سامع، مش فاهم عليك. هو بحكي انه بفكر انه بطمع اخر قيمة بس. مش موضوع مهم كتير. طيب حقيقة المتغيرات هذه تلازم المتغير يكون معرف عندك في الذاكرة عشان تقدر تستخدمه، يعني بمعنى آخر لو انت قلت print a ايش بيطلع معك؟ زيرو، فش ولا حاجة، بيطلع ايش؟ ايش معرفة؟ name error. شايف حتى الايرور بيضله محفوظ هيو، عشان هيك انا بدي اعمل لك سيل جديدة واقول لك انه بعرف الاي بتساوي 10، بعدين بعمل برنت للاي. هيك اوكي تمام. بتطلعها كسترينج. لانه هيك طبيعه الجوبيتر انه انت بتحتفظ بالخلايا تبعتك انه انت بتشغلها، هذه ميزه. ونحن بدنا زي هيك. حتى لو كان في خلل بضل محفوظ دكتور؟ لانه انا بشرح، انا هذا افضل اسلوب للشرح انه انت تستخدم نوت بوك، انه بدل ما انا اعمل برنت اي ويطلع لي ايرور وبعديها مره ثانيه اقول انه الاي بتساوي 10 واعمل رن كمان مره، لا خلص هيو لما كانش معرف كان نيم ايرور، بعد ما عرفته هيو طبع لي القيمه تبعته. وهذا كمان ممكن يساعدنا على فكره في كثير في التعرف على اللي هو الايرور تايبس في البايثون، اللي هو ايش النوت بوك هذا، يعني نكتب مثلا ايرور تايبس ان بايثون ونعمل نعم ممكن الأخطاء. ممكن انه انت تسردها زي هيك، ممكن انه انت تسردها زي هيك. نعم كل مثال وعلى الخطا تبعه يعني. نعم لو اخذنا كمان الفصل اللي فات كثير كويس، الفصل اللي فات انا اساسا كنت متعودين كمان عليه اكثر. طيب نيجي بالنسبه لاسماء المتغيرات، اسماء المتغيرات لازم يكون لها معنى، معنى ذلك انه لا انا بحكيش على شروط التسميه، انا بحكي انه الاسماء لازم تكون لها معنى، معنى ذلك انه انا بدي احول لك هذه مارك داون واجي اقول لك انه هذه عباره عن باد نيم باد نيمز، واعمل خليه جديده واقول لك انه اي بتساوي 1 2019 1 1 2 2، بي بتساوي احمد
سي بتساوي اي تي. هذا كله باد نيمز. لاحظ انه انا حطيت لها الترويسه هنا اتش 1 انه هذه باد نيمز. صحيح، هذه كلها باد نيمز. في المقابل بدنا نحدد ايش هم الجود نيمز. هذه حولناها ل مارك داون اتش 1. كيف؟ هذول كلهم باد. ليش؟ لانه شو الاي وشو البي وشو السي؟ تمام. انت ممكن انه انت تعرف هذا الاشي من الفاليو، لكن اجيت انت فيما بعد انه انت في عندك اكواد هنا كتيرة، وبعديها اجيت قلت هنا والله برنت سي، ايش في مخزن فيها السي؟ مش هتقدر انه انت تربط. تمام. كيف افوت على ايش؟ لا لا. كيف بطبع اي تي؟ بس انا بدي اجي يعني اتذكر المتغير تبع التخصص ايش كان اسمه. كان اسمه اكس ولا واي ولا سي ولا بي ولا ايش بالضبط؟ تمام. فبالتالي هنا الجود نيمز انه بدي اعمل لك خليه جديده هنا، وهذه ازيحها تحت. شايف كيف بزيحها تحت؟ او هذه خلينا نطلعها فوق. تمام. وهنا تقول انه student ID بتساوي 1/1 أو 1/2019 1/1/2 و student name. هذه لا تحتمل اي مجال للشك ولا اي مجال للتأويلات الاخرى انه المتغير هذا في حتى انت بتقول انه name لايش؟ name person ولا name تبع الامبلويي؟ خلاص انت حددت انه اسم الطالب بالضبط. كيف؟ صحيح. هذه شغلة. الشغلة الثانية يعني هذا اسم قصير جدا يعني يعتبر، ومع الأوتو كومبليشن تبع البي شارم يفترض ما يكونش عندك إشكالية في الإشي هذا بالمرة. وهنا تيجي تحكي إنه تمام. فهذه جود نيمز. تمام. نرجع ثاني انه للشروط ديبارتمنت تخصص. نيجي لشروط تسمية المتغيرات. احنا اخذنا ثلاث شروط، شايف كيف حطت لك اياهم كنقاط. مارك داون، ايش الشرط الاول؟ لازم يبدا باندرسكور او لتر. معنى هذا الكلام، مارك داون هي عبارة عن تنسيق للنصوص للملاحظات تبعتي بس ببساطة. يا أستاذ في الجوبيتر نوت بوك بقدر أكتب شغلتين، بقدر أكتب ملاحظات وكود بايثون. وحكينا هذا الكلام إنه أنت عندك الخلية نفسها في لها نوعين، يا إما بتكون كود أو مارك داون. شايف هاي؟ هايها شايفها؟ شايف كيف تتغير؟ هذه مارك داون، هذه كود، هاي مارك داون. يبقى في النوت بوك انت بتقدر تكتب الشغلتين ملاحظات وكود. واضح يا شباب؟ ايش جديد وبدك تتعود عليه؟ تمام. خلاص يا استاذ، خلاص واضح يا استاذ. ايش الشروط؟ انه يبدا باندرسكور او حرف. معنى ذلك ان انا اجي اقول 3 اكس بتساوي 10. ايش النوع الغلط؟ سنتاكس ايرور. تمام. لاحظ كيف بشغلها، بعمل كنترول مع انتر، بدل ما اخذ الماوس واطلع فوق واضغط على هذا الزر بعمل كنترول انتر، كنترول مع انتر عشان تعمل رن للسيل. تمام. ايش طلع معايا؟ السينتاكس في غلط، انفاليد سينتاكس. ليش؟ ما ينفعش ان انت تبدا برقم، لكن اذا انت قلت اكس 3 او اندرسكور 3 اكس مثلا بتساوي 10 او اندرسكور 3
بتساوي 10 هدول فيش فيهم مشاكل، هي عملت ران وما فيش مشاكل تمام. هذا الشرط الاول. الشرط انا بقول انه اول حرف لازم يكون يا اما اندرسكور او حرف، غير هيك بزبطش. بديت هي اعطيتك مثال، بديت برقم ايش اداني؟ سينتاكس ايرور تمام، سينتاكس ايرور. لكن اذا انت بديته بحرف او اندرسكور مش الحال، ما في مشكله. طيب نيجي للنقطه الثانيه، انه كيس سنسيتيف، انه في فرق بين الكابيتال والسمول، انه هذا متغير. قديش قيمه الاكس سمول والاكس والاكس كابيتال؟ 10. واضح؟ هذا متغير وهذا متغير، عدلت على واحد بيعدلش على الثاني، كل واحد اسم مختلف في الذاكره. الشرط الثالث ايش هو؟ ممنوع السبيشال كاركترز، اندرسكور، دولار ساين، ات، عفوا اندرسكور مسموحه، الدولار ساين، الات، علامه الاستفهام، علامه التعجب، ما بيمشيش الحال. تيجي تقول لي هنا اكس ات واي بتساوي 10 تمام، وتيجي تقول لي انه اكس دولار ساين 10 بتساوي 10، ما بيمشيش الحال، برضه سنتاكس ايرور. بنفعش هذا سبيشال كاركتر، بنفعش تستخدمه في الفاريابل وبس، خلاص بنفعش تستخدمه في اسم المتغير وخلاص. كيف؟ ماشي، ما احنا بناخد مراجعة. بنفعش تستخدمه في اسم المتغير، هاي اللي بحكي عنه. كيف؟ طيب الستيتمنتس بالضبط، جمل هذه ايش نوعها؟ اساينمنت. ايش يعني اساينمنت؟ بعين قيمه في متغير، هاي شغلتين اساينمنت واكسبريشن، تطلب منه انه يجمع الاكس مع 3 والناتج تعمل له تعيين في واي. وكذلك من ضمن الاكسبريشنز انه انت اخذنا هاي شو بتعني؟ الباور 2 مرفوع على القوة 3، يعني 2 في 2 في 2 تمام؟ الديف مود باقي القسمة بترجع لك شغلتين، ايش هما؟ ناتج كعدد صحيح وباقي القسمة. طيب عشان انت تكون في الصورة، 23 تقسيم 5 قديش الناتج؟ 4 وباقي 3 4.6 4.6، فبالتالي بيطلع لك الناتج كرقم 10. هاجيت لما انت تيجي تقول هذا الإشارة تقسيم، لكن لما تيجي تقول انه 23، شايف كيف انه النتيجة محفوظة وخلاص، انه هي شايف النتيجة قدامك، فيش داعي انه اعمل ري ران كمان مرة، اعيد التشغيل كمان مرة. 23 بتجيب لك الناتج عدد صحيح 4، لكن هيو يبقى احنا عندنا إشارة قسمة، إشارة قسمة قسمة بترجع لك الناتج عدد صحيح، وإشارة النسبة المئوية هي عبارة عن المود بترجع لك باقي القسمة. هذا كلام انت ممكن ترجعه في دالة اسمها ديف مود. ايش بدي له؟ 23 و5 رجع لك انه الناتج كعدد صحيح 4 اللي هو هذا، والباقي 3. كيف عرفنا انه الباقي 3؟ 4 في 5 20 والباقي 3، لانه المطلوب انه يعني تقسيم انه كعدد صحيح تمام. بيطلع 4 بوينت بالضبط 3، لا بوينت 6 يا استاذ، لا تطلعش عليه. كيف؟
أربعة ثلاثة. نعم طيب نيجي الآن بالنسبة للأولويات. الأولويات إحنا إيش درسناهم؟ الأقواس إلها أعلى أولوية. بعد هيك إيش بيجي؟ الأس. الأس الأس أعلى من الضرب والقسمة، خلي بالك. بعدين إيش بيجي؟ الضرب والقسمة والريمايندر. معنى ذلك إنه لو إجوا في نفس العملية من الشمال لليمين، تمام؟ بعدها الجمع والطرح، تمام؟ وبعدها إنه لو تساوت الأولوية بتروح من الشمال لليمين. تفضل. كيف؟ صحيح. طيب معنى ذلك إنه أنت لما تقول إنه x بتساوي 0.6 وتضرب هنا 3.9 في 6 مرفوع على القوة 1 ناقص x، إيش بيبدأ أول؟ 1 ناقص x. ليش؟ لأنه موجودة في الأقواس بجيبها. بعدين بعمل هدول الثلاثة عبارة عن عمليات ضرب، فبعملها من الشمال لليمين، تمام؟ نيجي إلى التايبس اللي موجودة في البايثون. إيش أخذنا تايبس؟ انت وفلوت وسترينج. هل في داعي ان انت تعرفهم؟ لا، ما فيش تايبس في البايثون في المتغيرات. طب كيف بتحدد التايب تبع المتغير؟ من الفاليو، من القيمة. معنى ذلك انه انت انه انت تيجي تقول انه الاكس بتساوي 10 وتقول لي التايب تبع الاكس، بينما نفس المتغير غير القيمة تبعته. فبالتالي بعرف التايب من الفاليو. فيش داعي انه انت توجع راسك. لغة برمجة تانية تحتاج انه انت تعرف انه هذا انتجر وهذا فلوت وهذا string. طيب انتجر تقسيم انتجر دائما فلوت. حتى لو اجيت استدرجتك وقلت لك هو الاستدراج هو اللي ضيعنا، 10 تقسيم 2 اللي بيقول لي 5 وبسكوت، غلط. 5.0 دائما فلوت، 5.0 تمام. تمازل انجليزي. طيب نيجي للعمليات. العمليات انتجر زائد فلوت، فلوت. انتجر زائد انتجر، انتجر تقسيم انتجر، فلوت. لا ما انا بقول انتجر زائد فلوت، فلوت. كيف يعني؟ فاهمين انتوا؟ فاهمين فهم، مش حافظين حفظ، تمام. طيب بينما العمليات انت عندك في 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 السترينج، يعني بمعنى انه انت لما تيجي تقول السترينج 3 او 2 زائد 3 بيطلع الناتج 5، لكن A زائد B concatenation. فهذه العملية اسمها concat. فبالتالي بحط هنا وبحط هنا بلس، انه اضيف خلية هنا بيناتهم واقول انه هذه concat او string. كيف؟ ايش يعني كومنت؟ كومنت. A minus B بدك هذي تعملها كومنت، عملها كومنت. طالما انت في كود عملت سلم يبقى كومنت. هذا مش هتشتغل. ليش؟ لانه فيها ايرور. ايش الايرور؟ ايش الايرور؟ ايش طلع لما عملت كومنت؟ ايش طلع؟
لأنه مارك داون يا أستاذ، مارك داون، مارك داون أنت بتعمل فيها تنسيقات زي HTML. السلم إيش بيعني؟ H1. هنا السلم H1، بينما هذه الخلية كود السلم فيها إيش بيعني؟ كومنت. واضح؟ تمام؟ هذه هي التشغيل تبعها إنه منفعش نص من نص، كيف بدي اطرح لك إياهم؟ جمع ماشي بلزق لك إياهم، لكن الطرح إيش بدي أسوي؟ تمام؟ فبدك تعلقها بتعملها زي هيك، بتعمل تشغيل بروح يقرر صارت كومنت. طيب A ضرب 3 3 مرات هاي فوق 19 23 مالها؟ أحولها لمارك داون. هاي مارك داون وهاي تشغيل. ايش الرو؟ مش معنى ايه الرو بتحطها انه كصورة او كشغلة زي هيك، مش معنى يعني لانه هنا ممكن انت تعمل ادراج انه انت تضيف صورة يعني من برا، فبالتالي انه كيف الصورة معلومات خارجة. صحيح. ايه ضرب 3؟ ايه 3 مرات. ايه تقسيم 3؟ تايب ايرور، انه الطيب هذا بتعامش العملية هاي. كا A تقسيم 3. تمام. خلينا نتوقف هنا، المحاضرة الجاية بنكمل عند الطيب كونفيرجن وبنكمل المراجعة بشكل سريع، وبتمنى انه انتوا تكونوا خلاص يعني تعودتوا على الجيبتور بعد هيك ما Oh, what's that?